لو الحكاية فيها إن فيجو أحسسك إن هارضة في العرض الفاصل. الحمد لله. لا أنا مبسوط جدا من رد فعل الناس، يعني وأنا جاي كنت متخوف وقولي يعني يا رب الناس تتعاطف مع الشخصيات بتاعهم من الفيلم. الحمد لله التسقيف اللي حصل جوه السينما ده يعني خلينا مبسوط جدا. الحمد لله يا رب، الحمد ربنا. ايه اللي شدك يعني في القصه؟ يعني برضو احنا هنا ممكن المجتمع يبص لها من ناحيه مختلفه، انت ايه اكتر حاجه شدتك او شفتها من وجهه نظر ايه؟ لان في وجهه نظر اعمق بس ممكن الناس تشوفها في الفيلم لو شفته اكتر من مره. ان الفيلم بيتكلم في قضيه ان لو حد مذنب او هو مذنب غصب عنه في المجتمع وحب يتصلح او يتغير، يا ريت المجتمع يتقبله ويساعده ان هو يتغير للافضل، يتغير للاحسن. هنا البطل في الفيلم كل ما كان بيحاول التغيير او انه يرجع طبيعي كان المجتمع بيقابله بالرفض. فهي دي الفكرة الأعمق من الفيلم، مش بس مجرد فكرة الشذوذ الجنسي أو المسلحة الجنسية. تمام. كلمني عن التعاون طبعا مع المخرج هاني فوزي. كنت مبسوط جدا في فترة التحضير وفترة التصوير، مبسوط جدا من كل الكرو اللي اشتغل معانا، خاصة كل الناس اللي ورا الكاميرا، أستاذ صابر العطا المنتج الفني، أستاذ إيهاب خليل المنتج مشكور جدا، أستاذ عمرو فوق مدير التصوير عامل صورة رائعة، أستاذ رابح داوود مع محمد عبد القادر السيناريست، كل الناس فعلا بشكرها انها هي فعلا هي اللي خلتني اطلع بالصوره دي. الحمد لله. تحب تقول ايه للناس تشجعهم على كل الفيلم؟ تحب تقول لهم الفكره عباره عن ايه يعني بملخص كده؟ ملخص الموضوع زي ما انا شرحته، ان فكره ان الفيلم مش بيناقش فئه معينه، الفيلم بيتكلم ان جنرال، ممكن يتعرض لكل الاسره، ممكن كل الناس تشوفه، مش بيناقش فئه معينه، لانه بيعالج قضيه مهمه جدا. بشكرك جدا وببارك لكم تاني مره على الفيلم. فيك.